رقم أربعة، وهو إنك شكل الجسم بتاعك بيبدأ ينكمش والناس بتفتكر إن خسارة العضلات. طبعا لو أنت ماشي على برنامج تدريبي أو نظام تغذية أو ما بتنامش كويس، طبعا في احتمالية إنك تخسر عضلات، دي ما فيهاش أي كلام. بس أنا بتكلم هنا عن الناس اللي ماشية صح، بيبدأ جسمها ينكمش نتيجة تقليل كربوهيدرات بنسبة 99.9. معظم الناس اللي تبدأ تخس بتبدأ تقلل الكربوهيدرات، فبالتالي الجلايكوجين زي ما احنا فاهمين اللي هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي يا جماعة زي النشويات كده، لما انت تبدا تاكلها زي الرز، بطاطا، بطاطس، شوفان الى اخره، بتبدا تدخل الجسم وتحول لهيئه جلايكوجين وبتتخزن داخل العضلات. بالتالي العضلات بتبان حجمها كبير، لان 70% من العضلات ميه، وعشان كل جرام جلايكوجين يتخزن داخل العضلات بياخد معاه 4 جرام ميه. فبالتالي انت اول ما تبدا تقلل كربوهيدرات بعد شهر بتحس ان جسمك انكمش. ففي ناس هنا بتيجي تقول لك لا انا خسرت عضلات، لا انا مش هكمل تنشيف تاني، لا انا حاسس ان جسمي خس، لا انا هرجع ازيد تاني مثلا، خليني عند نسبه 15%، ده بيبقى شكل فيها كويس. عشان كده انا جاي اقول لك هنا اهو، ده طبيعي جدا ان تحس ان جسمك بينكمش، تحس انك فعليا بتخسر عضلات. بس طبعا لو انت ماشي بمبدا البروجرس اوفرلودنج، ماشي بنظام تمرين كويس، بتنام كويس، لا هتلاقي اوزانك بتزيد. بس في نفس الوقت عشان الجلايكوجين قليل نتيجه قله الكربوهيدرات، فبيبان ان جسمك منكمش شويه. اول ما تبدا تنشف مثلا، وصلنا مثلا نسبه 8-9%، نحملك مثلا 3 ايام ل 7 ايام كربوهيدرات، بتلاقي جسمك نفخ تاني، وفي نفس الوقت العضلات بانت بقى بي يعني شكل احسن بكتير جدا من الاول.